بالنسبه لنا حنا في هذه الدوار هذه المساله غريبه علينا، ما عمرنا تقريبا بحال هذه الحاله ما عمرها وقعت عندنا. الخبر الاوليه هي حالات قتل، لان الشاب هو مضروب عنده جوج طعنات من الخلف. والبنت هي توفات نتيجه خنق، تخنقت، تقتلت في بلاصه اخرى وجابوها لهاد البلاصه المهجوره ربما، حيث هي توجد بدون ملابس وملابس ديالها ما كاينين. هي لا بزاف ديال الاسئله كطرح، ولكن حتى الاتهام ما يمكنش يتوجه حتى واحد، لان السلطات راه الناس المكلفين راه كيديروا، الناس المختصه كيديروا التحريات ديالهم، هما اللي غادي يكشفوا على الخيوط ديال الجريمه. انا واحد من الساكنه ديال هاد الدوار اللي هو دوار علم ديور الجامعه ديال مشرع العين اقليم تارودا. انت كنا في الاول سمعنا حالات اختفاء ديال واحد الشابه فاتت تقريبا العمر ديالها 17 عام نهار السبت، فاش كان الاختفاء فاذا به نهار الحد نفاجأ بالوجود ديالها مقتوله، والى جانبها واحد بجانب ديالها واحد الشاب اللي هو تقريبا العمر ديالو 25 عام، هو ولد المنطقه بجوج ولاد المنطقه، هي بنت المنطقه وبنت العين، وهو حتى هو ساكن في العين. فبالنسبه لنا حنا في هذا الدوار هذا المساله غريبه علينا، ما عمرنا تقريبا بحال هذه الحاله ما عمرها وقعت عندنا. وملي وقعت الحاله المهم الحمد لله الناس ديال الامن السلطات المحليه الدارك وكل شيء الناس قاموا باكثر من الواجب ديالهم. المهم كان استنفار امني والناس جاوا وداروا الجهد ديالهم، ولا هي تيقلبوا شكون المول هذه الفعله، وحنا تنستنكروا هذا السيد اللي دار هذه الفعله ما كانش يديرها، يكون اللي بغا يكون لا دار مساله ديال القتل وشاب جوج شباب في مقتبل العمر. فحنا اللي كنطلبوا بزاف من السلطات المحليه باش يكشفوا على هذاك الخيوط ديال القضيه. الخبر الاوليه هي حالات قتل، لان الشاب هو مضروب عنده جوج طعنات من الخلف بهذا، لا بهذا سلاح ابيض ايوه. والفتاه هذا الشيء اللي سمعنا، والبنت هي توفات نتيجه خنق، تخنقت، الخنق هو اللي ادى الى القتل ديالها. والبنت خرجت من دارهم، خرجت بالليل من دارهم، وباها علم الناس وحط رقم الهاتف ديالو، وبقاو كيدلحوا الليل كامل وهما كيدلحوا حتى النهار الاخر عاد لقوها مقتوله، وربما على ما يقال تقتلت في بلاصه اخرى وجابوها لهذ البلاصه المهجوره ربما، حيث هي توجد بدون ملابس وملابس ديالها ما كاينين. لا بلا حوايج قالها مسكينه، بلا حوايج ابشع الجريمه. بقاوهم في اماكن اخرى، داك الشيء اللي سمعنا قال لك الملابس ديالها تلقى شي حاجه فيهم في بلاصه اخرى، حيت عين البلاصه فاش لقاوها لقاوها هي مسكينه هكاك بلا ملابس بدون ملابس. الله اعلم، حنا بالنسبه لنا حنا لان المسرح ديال الجريمه حتى واحد ما دخل ليه، ملي داروا الناس الشريط ديالهم الناس المختصه هي اللي دارت التحريات، حنا ما داك الشيء اللي كيوصلنا برا قليل. هما عندهم علاقه ويا شحال هذه عندهم علاقه عاطفيه، ولكن ماشي حتى لهذا الحد باش يتقتلوا، لان القتل ماشي حاجه. هي بزاف ديال الاسئله كطرح، ولكن حتى الاتهام ما يمكنش يتوجه حتى واحد، لان السلطات راه الناس المكلفين راه كيديروا الناس المختصه كيديروا التحريات ديالهم، هما اللي غادي يكشفوا على الخيوط ديال الجريمه. حنا كلشي داك الشيء اللي كيتقال مجرد غير استنتاجات وغير هذاك، لا غير هي راه الحالات هي راه جريمه بمعنى الكلمه جريمه، وهذه فاجعه كبيره، لان حنا بالنسبه لنا حنا دوار واحد الدوار اللي هو عارف الدوار كي دايرين، دوار محافظين شويه، الناس كاين واحد شويه ديال الحشمه وكاين واحد شويه ديال الاحترام، ولكن بحال هذه الحادثه هذه زعما راه يندلي على الجبين، الناس تالموا بزاف، لان هذوك الشاب والشباب راه بحال ولادنا، وتقدر يقدر يوقع هذا ومره اخرى يقدر يوقع هذا. كنطلبوا حنا من السلطات باش هذه بحال هذه الظاهرات تحد، تعمل من الحد ديالها والضرب بيد من الحديد على اللي دار هذه القضيه هذا، وين الجزاء ديالو، لان هذا جرم هذا حقا لا ما يمكن نستوعبه.
صدمة. وفي المكان فاش تلقاو في واحد الدار اللي هي مهجورة مهجورة، ما حتى واحد ما يتخيلوش بين لقاو مقتولين تما. اللي كاين هو الصدمة كبيرة بزاف، ماشي شي صدمة اللي. ونتمنوا الله سبحانه وتعالى باش هادشي ما يتكرر، وباش الناس المكلفين يديروا الدور ديالهم لا دايرين، وحنا عال كنزيدو ناكدوا على باش يبدلوا الجهود اخرى. اما السلطات الله يجازيها بخير راه قامت بالواجب ديالها حنا من وكتقوم به دائما. وصلتهم من 12 الفوق واحد من الساكنه غير داز تما وخرج فيهم هكاك. ان هذيك البلاصه كيدوزوا منها واخا مهجوره كيدوزوا الناس غير دايرين عا بحال ترقيقتهم منها بلاصه لبلاصه. لا اله الا الله هذا الشيء اللي كاين.